يا جماعة الكمامة كلها كمام، يعني لما تخلي أنفك وأنفك حيطلع شغلات بدك يا تحطها كاملة يا تحطها كاملة يا تشيلها كاملة. بدر أول شيء منور، الله يسلمك، أنك ما شاء الله عم تلمع حبيبي، السواد ما شاء الله عم بتشبشب حبيبي، صبغة ظريفة صبغة وكالة قول لا طبعا مثل ما والله ما شاء الله الجمهور يعني مثقف تحليليا نحن والله ما شاء الله، يعني مثل ما قالوا طبعا اكيد الشوط الاول كان شباب الاهلي هو اللي كان مسيطر، هو اللي حرز الهدف السبق، تغير الحال في الشوط الثاني، بدا ضاغطا نادي الاهلي السعودي وحرز بضربه جزاء السومة وبان صدره، وبعدين المباراه كانت ضعيفه تكتيكيا صراحه، انا هيك حسيت يعني ممله كانت في فترات كثيره منها، ما في حتى الفائز صراحه يعني ما كثير عم يتنعنى يعني شوف اذا الاهلي السعودي مع احترامي ما بيروح بعيد اذا كان على هالمستوى مع الفرق الثانيه، حتى احمد شمراني كان معنا امس وقال انه اذا الاهلي مثل المباريات الثلاث الماضيه هو شوف امتدان لمستوى الاهلي في الدوري السعودي بصراحه اللي شفناه هني، لكن انا اذا كان بنفس هالمستوى ما راح يتقدم. طيب نسمع راي يعني. عبد العزيز دغيتر، كل مبروك للاهلي فوز والوصول الدور القادم، وهارد لك لشقيقنا شباب اهلي الامارات. هذه هي مباراه، يعني اخوي بدر تكلم عن المستوى، انا اقول انه هذه هي مباريات خروج المغلوب، ما في شك الكل متفق انه الاهلي خدمه الحظ في الدوري، هو ثالث الفرق حتى في دوري ابطال اسيا يصل بالحظ، وعلامه استفهام كبيره على مستواه، لكن ابو كرم الفريق يلعب ناقص حوالي 15 لاعب مصاب، اجانب في واحد اصيب بالرباط ورفضوا يعطون بديل، فعنده نقص، يعني نقول كثر خيره باختصار، مبروك للاهلي وكثر خيره لاي مركز يصله. طيب. لان الفريق ناقص غير مكتمل. نعم.